بدنا نخترع مادة اسمها رياضيات عشان ندمر فيها حياة الطلاب. اوكي فكرة حلوة. والرياضيات هاي راح تتكون من ارقام وجمع وطرح. بس ليش في اشي ممكن نضيفه كمان؟ ممكن نضيف ضرب وقسمة عشان تصير اصعب. فكرة حلوة بس لسه مش حاسس انه صعبة بما فيه الكفاية. شو بصير لو ضفنا حروف؟ مين اللي بيحكي؟ انا. مين انت؟ انا واحد وسخ جدا وما بحب الخير لحد. دخلت قلبي. احكي لي اكثر عن الحروف. والله انا ما بعرف شو هم، بس هذاك اليوم ابن اخوي الصغير كان بيخربش على ورقة وانا اخذتها. اشوفها؟ شو رأيك؟ والله ما انا فاهم اشي بس حبيت. لا والحلو اكتر انه في خرابيش مش بس حروف. خلص مادة الرياضيات جاهزة. مين اللي اخترع ام الرياضيات؟